حضرتك حابب النهارده تكلمنا عن العيوب الخلقية، الخلقية صح ولا الخلقية ولا الخلقية؟ هي الناس بتغلط تقول خلقية. لا أنا بقول الخلقية. صح. صح دي؟ طبعا. الخلقية. طبعا. في ما فيش حاجة اسمها عيوب خلقية. لا طبعا. الخلقية ده واحد منحرف. خلقية دي تبقى في الأخلاق. أيوه. العيوب الخلقية في القلب حاجة المقدمة بتاعتها يعني نقول فعلا سبحان الله. والله أنا هعمل مقدمة كده، كل إنسان يسمعني لازم سبحان الله. الجنين جوه بطن أمه بيتنفس؟ الإجابة لا. أنا ماليش دعوة. لا أنا الدكتور يعني شوية يطلع. أنا مش هجاوب. نفس ويطلع ما بيحصلش. فالجنين عايش جوه بطن أمه بياخد أكسجينه من أمه. مظبوط. عن طريق الدم. إذا الرئة ملهاش فايدة. تسعة أشهر اللي أنا قاعد جوه دول الرئة ملهاش فايدة. أنا مش شغالة. وبالتالي الدورة الدموية مختلفة. الدورة الدموية هنفكر الناس بيها إن القلب الدم يجي للناحية اليمين البطين الأيمن، يطلع على الرئة، ينزل على البطين الأيسر، يطلع على الجسم كله. طب أنا أطلع على الرئة أعمل إيه؟ مش ما فيش حاجة، مش عايزاني في حاجة خالص. فالدم بيجي الناحية اليمين وينقل الناحية الشمال على طول. بسهولة. تبقى الرئة متكونة يا دكتور. الرئة متكونة بس ملمومة. بس ما بتشتغلش. مع أول نفس تشتغل هو الولد ما بيتنفسش جوه. تمام. فالدم بيجي على الناحية اليمين بدل ما يطلع الرئة، في طبعا جزء بسيط يطلع الرئة عشان تعيش، إنما ينقل على الشمال من ثقب في القلب. ربنا سايب ثقب في القلب وقناة بين الأورطة والشريان الرئوي، لما الدم يجي في اليمين ينقل على الشمال دكتور عشان. تمام. اتولدت مع أول نفس تروح قافلين كل الحاجات دي، تقفل الثقب اللي بين الزيبين خلاص قفل. يقفل. والقناة اللي ممكن يفضل ويطلع الدم مع الرئة بقى ويمشي الدورة العادية، تمشي الدم. فده اللي بيطلع يقول له في ثقب في القلب. ده لو استمر بقى عيب خلقي. يعني الثقب موجود في الطفل وهو في بطن امه. ده موجود طبيعي بس مش شغال. الثقب هو شغال وهو في بطن امه. لكن لما يتولد مفروض يقفل. ما قفلش بقت مشكله. شوف حضرتك الايه جميله ازاي بقى، عشان كده بقول للناس يقول سبحان الله. ربنا بيقول خطوات تكوين الانسان. اخرها بقى ثم انشأناه خلقا آخر. صحيح. ساعه ما تولد خلق اخر فعلا. دورة دموية مختلفة تماما. بدل ما الدم بيجي من الناحية اليمين ينقل على الشمال دغري، لا انا هطلعه على الرئة بقى. ده في الثانية اللي بيخرج فيها الطفل مع اول نفس سبحان الله يحصل التحول. ده نفس خد النفس ده يروح سادد الدنيا، سادد الاثنين دول. قول لي ازاي بقى. لا ما نقولش ازاي، نقول سبحان الله والله. فثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. وحضرتك حكيت لي قصه قصه الناس كلها عارفاها يعني، الخالقين قبل ما انه كاتب الوحي وهو بيكتب سيدنا محمد بيقول الايه يعني بيشت كذا 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 كذا، ثم انشاناه خلقا اخر. فالراجل اللي بيكتب مش فاكر اسمه بصراحه، قال له تبارك الله احسن الخالقين، قال له هكذا نزلت اكتبها كده اكتبها كده. فهي فعلا تبارك الله أصلاً. ازاي ده لو حصل بقى ان الحاجات دي ما قفلتش، وده عيب خلقي. تمام. عيب خلقي في يكون في الثقب ده ايه بقى، بنتكلم على ملي هي فتحه زي الفالف يعني زي الصمام كده يعني حاجه كبيره ولا هقول لحضرتك الاعجاز يعني. ايوه. هي انا ايدي عامله كده. ايوه. فالضغط لو اليمين اعلى تعمل كده. تمام. طب لو الشمال اعلى تقفل. تقفش. مظبوط. تقفل خالص. مظبوط. فاحنا واحنا في البطن امنا الضغط في الناحيه اليمين اعلى من الشمال. فمفتوحه بتتفتح. فبتفتح. اول ما اخد اول نفس الضغط في اليمين ينزل. تقفل. من الهواء. تقفل. فتروح قافله على طول. تمام. في ناس تفشل انها تقفل بقى. انا بطمن كل ام وكل اب، مش كل عيب خلقي في القلب يفزع. طب خلينا نبدا بالعيوب الخلقيه اللي حضرتك بتقول ما تتخضوش منها، لان علاجها طبعا كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى. ثقب بين الاذينين. لكن علاجها ثقب بين الاذينين. يعني لما الدكتور يقول لنا في ثقب بين الاذينين ما تتخضش، اقول له كمل لي
طيب هتابعه؟ طب حتى لو قفلته ده دلوقتي بيتقفل من غير عمليه. حاليا اخش بقسطره واقفله واجيب بالونه في الثقب ده وانفخها واسيبها وامشي. قفلت من غير ما افتح سقف، يعني لما تكون بنت بنخاف على شكلها. لا ولو فتح الصدر حاجه تانية خالص. يا فبقت تتقفل بقسطره، بقت سهله جدا جدا. اي حد يا اخوانا ابنه اتولد في عيب والبالونه دي تفضل موجوده؟ اه وتعيش كتير؟ تعيش 100 سنه.